في الغرفة الرمادية سيصنفوننا كما يصنفون الآخرين. فالاستقلالية مهمة جدا جدا جدا، وصاحب القرار يكون أنا المسؤول عنه مش صاحب الغرفة الخلفية. واضح الموضوع؟ وما أقولش أشياء في قيمي وأهدافي وسياساتي ولا أطبقها. كما المقصود عند الله أن تقول ما تفعله. تطور. التطور هو جزء ومحور مهم جدا من بناء أي مجتمع، وبناء أي نهضة، وبناء أي قيادة، وبناء أي حضارة. لأن أنا بخلق فيه أو بجد فيه الشخص القادر على العطاء. التطور مش معنى أن أحفظ سورة أو آية أو وده كفاية، لا. أن أنا أخرج بمفهوم هذه الآية والسورة لأطبقها في المجتمع، واكتسب الخبرة، واساعد الناس، كل الناس. لابد يكون منظومة عندنا من المدارس، مراحل المدارس الابتدائية إلى أن يتوفانا الله سبحانه وتعالى. لذلك منظومة التطوع في الغرب هي منظومة محورية، وكل القطاعات، كل القطاعات بلا استثناء، رجالا ونساء، شيوخا وشبابا وكذا وكذا وكذا، بنشجعهم. إن هو ده اللي بيخلق القيادات اللي بتحاول من خلال القيادات الشبابية دي. وأهم جزء في التطوع هو الشباب اللي احنا بنعمله. لما تدوم للشباب تستقطبوا قوى ومفاهيم أخرى وتحولوا إلى تطرف أو إلى آخره، أو بينخرط في المخدرات والدعارة وهو الآخر. لابد أن نشغل الشباب بمنظومة التطوع علشان نجيب الإنسان اللي هو القادر على بناء المجتمع. كل شغلنا، كل شغلنا بلا استثناء في العمل الاجتماعي والإنساني لبناء الوطن. بناء الوطن. نحن جزء شريك ومهم مع الحكومة مع القطاع الخاص في بناء الوطن. وبناء مؤسسة الدولة. متكاملين مع بعضنا البعض. أنا يمكن في المنطقة العربية في رباعية مش ثلاثية، في الغرب بيقول لك الشركاء في بناء الوطن ثلاثة. القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني. أما عندنا فأنا بضيف عليها اللي هو الأبحاث والثينك تانك، لأن مش موجود عندنا. للأسف. وللأسف الإيه؟ أسف الأسيف. وللأسف الفئيس، أي حاجة. واخد بالك؟ للأسف ما عندناش الأبحاث نعتمد عليها، ولا عندنا مراكز فكرية تستطيع إنها تستفيد من هذه الخبرات المتراكمة داخل المجتمع. عندنا إيه؟ إحنا تطوع مهم جدا، في نفس الوقت يبنى المجتمع هدفنا الأساسي في بناء المجتمع والوطن والدولة بمؤسسات المجتمع المدني وبمؤسسات الحكومة وبمؤسسات القطاع الخاص وكذلك المؤسسات البحثية. إحنا لا ننفق، لا ننفق في جمعياتنا شيء يذكر على البحث. أو أننا نعطي لأنفسنا فترة من الزمن لكي نفكر. قراراتنا عشوائية، انفعالية. الوحدة، التواصل مع الآخر كل مكان في العالم، كل مكان في العالم، علشان الوحدة من أجل الإنسانية. كل هذه الأشياء تعتبر بالنسبة لنا هي أساسيات العمل الإنساني اللي لابد أن ندخلها داخل كل جمعيات. وكلنا مواطنين، او كلنا مواطنون، صح؟ لغه عربيه مصريه يعني. كلنا مواطنون. ان احنا مع بعضنا البعض نستطيع ان نبني وطننا، مع بعضنا البعض نستطيع ان نحمي وطننا، مع بعضنا البعض نستطيع ان نبرز قيمه الانسانيه والحاضريه لوطننا متكاملين. سواء كنا على مستوى الوطن، على مستوى المدينة، على مستوى المحافظة، على مستوى القرية، على مستوى الإقليم، على مستوى القارة، على مستوى العالم. وأنت لك رسالة إنسانية عالمية لابد أن تبرز جوانبها وقيمها للعالم كله تطبيقية، ليس يعني شفاهية. الخطب جيدة لكنها ليست كافية، المواعظ جيدة لكنها ليست كافية.
تطبيق العملي للخطبه، وتطبيق العملي للموعظه، وتطبيق العملي للدرس التاريخي فيا انا. كان بعض الشباب بيكلموني عشان تروح ايه؟ يقول لي تعالى عندنا حاجه كده عشان ايه؟ ترفع رحمه المعنويه ايه؟ سبيريتشوال يعني 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 ايه يعني يعني اسمها ايه؟ ترفع الروحانيات معنوية. تعرف كنت برد عليهم ولا ايه؟ معذره انا عارف انك في بعض المشايخ وبتاع، اقول لهم انا مش قرش حشيش ولا مش لف الافيون، لا انا مش حاجه اخدرك، مش هخدرك، لا انا هاجي اقول لك اتعلم من التاريخ وقول لي انت عملت ايه. لكن تيجي تقول لي تعالى بس اعمل لي حاجه تخليني ايه يعني منفعل كده وبعيشك في جو، فانت تخرج ما تقدرش تعمل حاجه. ده مش شغلنا، لابد نعيشه، خلينا نتعلم من التاريخ ها وانجازاته واخفاقاته، ونبني بالشاب اللي من خلال منظومه التطوع يستطيع ان يبني المجتمع. طيب دي الحته اللي بتعوض مؤسسات المجتمع المدني، انا قلت بمنتهى الصراحه قبل كده، هي ركيزه اساسيه في بناء اي مجتمع في العالم. في بريطانيا على بضرب المثل، في حوالي 160 او 170 الف جمعيه خيريه. اقول لكم القوه بتاعتهم ايه بقى؟ الميزانيه اللي بيصرفوها كل سنه 68 ايه؟ ليره. ليره؟ 68 مليار. شفت قد ايه القوه الاقتصاديه بتاعت المجتمع المدني؟ 68 مليار. مش هيخلوا كام ألف؟ عشرات الألوف. فيهم كام متطوع؟ ملايين. بيطلعوا ثقافة، بيطلعوا قيم، بيبرزوا الحضارة، بيدافعوا عن الوطن، بيحاربوا الفساد. شفت قد إيه؟ أو شفنا قد إيه؟ لما يكون عندنا 160 ألف جمعية، الدولة أو الوطن الذي يحارب المجتمع المدني ويحارب مجتمع مؤسسات المجتمع المدني، هذه دولة هشة، لأنها لا تقف على ركيزة أساسية تدخل أو يدخل عملها في كل جانب من جوانب المجتمع، في كل مشكلة من مشكلات المجتمع، تعتبر دولة هشة. تستطيع أي مجموعة متطرفة كذا 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 أن تخترقها وتحولها من دولة هشة إلى دولة فاشلة. ده كلامي اللي أنا مؤمن به، أنا بقوله في لبنان أو في بريطانيا أو في أي مكان في العالم. دولة هشة مهما عظمت قواها الأمنية، ومهما كبر عدد سكانها، ومهما كان ميزانياتها متضخمة متورمة إلى آخره إلى آخره. قوة الدولة مبنية على أكتاف أبنائها وإيمان أبنائها بأنهم يستطيعوا الدفاع والتضحية والذب عن مقدرات هذا الوطن. فالمجتمع المدني محور قاطع في كل اسمها زنجة زنجة ولا حارة حارة ولا ضيعة ضيعة من زنجات الايه الوطن كله. طيب ده دور المؤسسات المجتمع المدني كتير جدا، دور الرؤى المستقبليه، مين اللي بيكتشف المشاكل ووضع الحلول؟ مين اللي بيدافع عن الشباب؟ مين اللي بيطلع الطاقات؟ كل الاشياء دي مهمه جدا 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 لنا، فلابد ان نتكامل في دورنا مع الحكومه ومع اللي هو القطاع الخاص، وان ننشئ المؤسسات البحثيه والمؤسسات الفكريه اللي هي ثينك تانك، لكي ندافع بها عن الفكر المعوج الذي يستطيعون الذي يريدون به ان يختلفوا الثقافه المجتمعيه بتاعتهم. اتكلم انا ببعض الامثله كده، انا اعتبر نفسي كرجل دين، ما اقدرش احاول مفكر، معذره الكلمه دي، المفكر ليه دهاليز وقراءات مختلفه عن القراءات الدينيه، فلا بد ان اؤهل رجل الدين لكي يحاور المفكرين، لان من كل ليس كل منحفظ يستطيع ان يحاور. أنا رأيتها مرة في لقاء في التلفزيون مع شخصية كبيرة جدا من الشخصيات الدينية الإسلامية، وكان أمامه شخص بيحاول
يعني الحوار ما كانش يعني كان مقطوع. هنا يمشي بطريقة فلسفية وهذا يمشي بنصوص دينية. مش قادرين. فلابد أن نعلم أن الثقافة وأن الحوار وأن الفكر جزء كبير جدا من الدفاع عن قيمنا وعن أخلاقنا وعن ديننا وعن دراسنا المجتمعي المتكلم عنه. فلذلك دور مؤسسات المجتمع المدني دور قاطع. دور قاطع، دور قاطع، دور قاطع. طبعا كل المشاكل دي بتؤثر علينا المحاسبيه. زي ما كنا مثلا في مجلس من المجالس وقلنا احنا بنحاسب كمجلس اداره، فاحنا نقول طب مين اللي يحاسبك كده؟ يقول ربنا. مش حاجه اسمها لازم يكون في مجلس يحاسب مجلس الاداره. مجموعه مجلس الاداره مش مجموعه من الالهه او مجموعه من الانبياء المرسلين، دول بشر زينا، لابد ان توجد فيهم محاسبيه. تحاسبهم كما هم يحاسبون نحن كموظفين في المؤسسه نفسها. شفافيه. انا كل شيء يعني مثلا حساباتنا في بريطانيا محطوطه في الانترنت. من حق اي مواطن من حق اي مواطن انه يراجعها ويتهمك بشيء او يسالك في شيء. احنا ليه بنخبي الحسابات بتاعتنا؟ اللي بيكون لها حسابات معلنه وحسابات غير معلنه. مصادر التمويل نفس المشروعات البشريه مهمه جدا جدا جدا، وهي احد الاشياء الصعبه اللي احنا ما بنقدرش نجيبها للمجتمع، العمل المجتمعي. ده الشاب النابغ والشاب النابغه بيروحوا يشتغلوا في مؤسسات القطاع الخاص وما يجوش عندنا احنا. ليه؟ لان احنا مش قادرين نجذبهم للعمل اللي احنا بنقول ثقافه الالم. ودي احد الاشياء الخطيره جدا جدا، ان انا اول واحد وصل عشان اساعد السوريين. أنا أول واحد عمل سلة غذائية. من سبع على إيه؟ ده الفلوس فلوسي. ولا الجمعية جمعيتي. وأنا ملك الفقير. وأنا ملك المجتمع. وأنا ملك الوطن. فببي على إيه؟ الأنا دي معناها إن الإنسان زي حالاتنا مش متربي كويس. لا تربى في بيت كويس، ولا تربى دينيا في الكنيسة أو في المسجد كويس، وأصبح ينظر لنفسه على إنه أنا ربكم الأعلى. التسابق والتنافس على ان انا قبل الاخر. لماذا؟ انا اتكامل مع الاخر. انا اعمل مع الاخر. انا اتعاون مع الاخر من اجل حاجه في المجتمع. دي كل دي امراض احنا بنعاني فيها. بنعاني فيها. اتكلمنا عن المرجعيات اللي هي الغرف الخلفيه، العشوائيات في اتخاذ القرار. القضيه السوريه قضيه بمنتهى الخطوره. مانحين بيصحوا من النوم في بلاد الماء يقول لهم بالتليفون، وانتم مش عندك حد من الاتحاد هنا ولا؟ بقول لهم انتوا قاعدين كلكم مع بعض، واحد بس يجي منكم. ازيك يا دكتور؟ قلت له ما كان. التليفون يجي الصبحيه كده يقول لك الله عايزين مشروع في حته فلانيه، يا ابني ده مش من اولوياتنا. مين هو ده عشان يفرض عليا مشروع اصلا مش من اولويات الوطن بتاعنا؟ عشوائيه. واحد حلم بالليل او حتى رئيس مجلس اداره يقول لهم ايه رايكم؟ نعمل حاجه. طب انت درستها؟ انت حللتها؟ انت شفت استشرت اللي هم الموظفين عندك ويفرضها على الناس؟ دي من المشاكل اللي بتضيع مقدرات الفقير، مش مقدرات المجتمع، الفقير اللي انا مستخلف على اموالي وبتخلي الناس لا تثق فيها، العشوائيه في اتخاذ القرار. تداول السلطه انا اتكلمت فيه، واحد قعد 43 سنه، ليه؟ ليه نقعد نسب في الرئيس فلاني والرئيس فلاني والرئيس فلاني وانا قاعد على الكرسي مسمر نفسي بمسامير وغير مسامير في ايه تاني؟ في غيره وغير غيره في ايه تاني؟ كيروبات ومحنط نفسي فيها، ليه؟ ليه؟ ادي الفرصه، ما الشباب اللي هتعلمه وطلعوا يبقوا جيل اول في القياده وجيل ثاني في القياده وجيل ثالث في القياده امتى؟ وانا قاعد 30 40 سنه في جمعيتي ومش عايز ادور سلطه وبنتقد كل نظام سياسي وانا قاعد مش عايز اتحرك من مكاني. خطيره. لان يا اخوانا الجمعية ملك الفقير الذي يدفع لنا المرتبات، واحنا الموظفين هم الفقراء، هم المرضى، هم اليتامى، هم الأرامل. كل دول بيدفعوا لي. أنا أستشعر هذا الأمر أن أنا أعطي المسؤولية لمن يصبح من أبناء المجتمع مهما كان خلفياته، طالما هأدي الرسالة بتاعت الجمعية وهم أولى بي. هات الأوراق. أنا النهارده الصبحية سياسي، بكره بعد كده ديني،
بالليل مش عارف ايه، لازم يكون لك صوره واحده. خط اوراق مع يعني شغل الاكروبات اللي كان زمان بيتعمل. العصر اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي بمنتهى الصراحه، بمنتهى الصراحه، بمنتهى الصراحه، ولو كان بدا من 11 سبتمبر لا يسمح على الاطلاق بخلط اي ورق. وهناك من خلط الاوراق في امريكا في 2001، كان من التجربه بتاعتنا كان يخش المسجد يجمعوا شيء بغير عمل غير انساني، عمل غير انساني. كانت كما عملت في امريكا يجي يقول لي هم بيجمعوا 50,000 و100,000 واحنا بنجمع خمسه. قال لهم انتوا بتقولوا ايه؟ بيقولوا احنا بنقول اكل وشرب والحمى بتاعنا. هم بيقولوا كذا وكذا وكذا. طب خليهم يقولوا. بقى لهم 15 16 سنه في السجون والحكم عليهم 35 و40 و50 سنه. خلط الاوراق، خلط الاوراق في منتهى الخطوره. والوقت دلوقتي اسوء من 2001. نكون احنا واقعيين. نحن نكون لابد نكون واقعيين ونكون عمليين. عدم وجود ضد المرأة والشباب. إيه الشباب والمرأة أكثر من 60% من المجتمع. أنت هتيجي تتكلم عن مشكلتي؟ طب أنا عندي 20 سنة وعايز أتكلم. أنا فين دوري في مجلس الإدارة بتاعك؟ كشاب. فين دوري في مجلس الإدارة بتاعك كامرأة؟ أنت تتكلم عن مشكلتي وأنا امرأة. أو أنا شاب. أنا من حقي أن يكون لي تمثيل، مش فقط تمثيل كوزمتيك يعني. تحسين صورة، لكن تمثيل فعلي في مجلس الإدارة والمجالس التنفيذية العليا. دي من أحد المشاكل الكبيرة جدا 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 وخطيرة في عملنا احنا. احنا مش قادرين نستوعب إن المرأة دور قوي وإن الشباب دور قوي في قيادة المؤسسات بتاعتنا. أنا قلتها دي قبل كده، الأخيرة دي قلتها قبل كده، الجمعيات والمرجعية الحزبية والدينية والعرقية والفقهية إلى آخره إلى آخره. لان انا بضرب المثل ان احنا كلنا ها ملك للفقير اللي هو هنعمل من اجل اسعاده. في مؤسسات تقول لك ما فيش ولا مليم مصاريف اداريه. ليه؟ اذا كان ربنا اقر في مصاريف الزكاه واحد متهم مصاريف الزكاه، من انت اللي بتتشلع تقول له ما فيش ايه مصاريف اداريه في اي عمل؟ والقاعده اللي احنا بنتكلم عنها من خبرتنا ما فيش عمل دولي، ما فيش عمل دولي ابدا يقل عن 15%. يقول لك كده قول له مؤاخذه يعني تعالى تقابل بره. اي عمل دولي خارج حدود الوطن يعني بيخش داخل لبنان مثلا وعندك مكتب او اثنين او ثلاثه او اربعه في بلاد اخرى ما بيقلش عن 15%. وده جزء من القواعد في العمل الانساني الدولي اللي بنتكلم عنه. يجي واحد يقول لي لا ما فيش ولا مليم مصاريف اداريه، وهشتغل ازاي؟ يعني هطلع على مؤاخذه جنيه هنط ايه؟ من جيبي يوم طاير في الهواء ويوصل لباكستان وينزل من باكستان على السوق يشتري الجنيه ده من السوق 20 خروف، يوم الخرفان داخله في المسلخ تذبح نفسها وبعدين تسلق نفسها وبعدين تطبخ نفسها تتحمر وبعدين تقوم داخله وتوزعها على الفقراء. يحصل كده؟ يحصل كده؟ اكيد؟ اما دخل الشيء مش ممكن، مش ممكن يعني. ما احنا عايشين فين؟ ربنا قال ولا عاملين عليها مش كده بكر؟ ربنا فالمفروض الحاجات دي يعني انتوا بقى تشرعوا لنا كفقهاء وكذا وكذا وكذا. الله يرحمه الشيخ فيصل، كنا مجتمعين مره في بريطانيا في اول التسعينات، فاتكلمنا في المصاريف الاداريه. كان ساعتها قضيه الشيشان واختلطها. قال المصاريف الإدارية على حسب حاجة المشكلة نفسها. ففي مشكلة تكون مصاريف الإدارية 10%، مشكلة قد تكون مصاريف الإدارية 40 أو 50%. لأن مناطق الصراعات بتضطر حاليا إنك تعمل تأمين على إيه؟ على الصحة. تأمين على الحياة عشان حد يشتغل عندك، دي ما كانتش موجودة زمان. فدي مصاريف الإدارية عالية. في السودان وجنوب السودان أيام الحرب بين الشمال والجنوب كان مفيش طرق لادخال المساعدات، ما بيحصل اسقاط جوي. فمصاريف الطيارات دي دخل كان 60% 70% عشان الناس ايه؟ ما تموتش. يعني كان في قرار عدم استعمال النيل كوسيله نقل المواد الغذائيه، ويفضل الناس في جنوب السودان لا تدخلهم اي شيء مواد غذائيه لمده 6 اشهر.
كان بيحصل اسقاط جوي مكلف جدا. فمن يسمع كتابنا واخد كلمه بقى السوشيال، انا كنت بتكلم في دوله من الدول مع ذكر الاسماء، او يعني في دوله من الدول المجاوره، فواحد من الشباب دخل هذه الدوله، فالشخص اللي بتاع اللي هو الامن فتح الجوجل طلع اسمه وحطها على الـ على الـ على الكمبيوتر، قال تعالى مش انت فلان فلاني؟ قال له اه. قال مش دي الصفحه بتاعتك؟ قال له اه. قال مش ده اللي انت قلته؟ قال له اه. قال له عايز ادخلك بلدي؟ فرجع. فكل ما نقوله على صفحاتنا الخاصه موجود ويضر مؤسساتنا. طب واحد يقول دي شيء شخصي انا وحريه شخصي. ايوه لو انت بتتكلم عن نفسك ومش منتمي لاي جمعيه انسانيه اعمل زي ما انت عايز بحر، لكن لما تيجي تمثل جمعيتي انا تعرف ان كل كلمه بتقولها بتؤثر سلبا او ايجابا على الجمعيه اللي انت بتمثلها. من يسمع خطابنا دي مهمه جدا. تنسيق اصبح مش ظاهره موضه او كلام، لكن لابد نقوم به. التنسيق والشراكه والحاجات دي كلها اصبحت ايضا من معلومه من الدين بالضروره. اختم بقى اخر حاجه عشان اديكم حاجه تكون يعني محمسه شويه. العمل الانساني عمل عاطفي. سوريا، العراق، اليمن، اكل شر نايم، الاغتيال، عمل عاطفي. ها؟ لكن عمل اجتماعي عمل مش عاطفي. احنا نجحنا في الغرب من اكثر من 33 سنه ان نبني منظومه ها انسانيه. الاغاثه الاسلاميه بدات في 17 يناير يوم الثلاث، 17 يناير 84 33 سنه بالظبط الشهر اللي فات، ان نتحرك العواطف. لابد نخرج من بناء منظومه انسانيه الى بناء منظومه اجتماعيه تبني الاوطان وتقوي المجتمع من قواعده الشعبيه الى قواعده الجماهيريه الى بناء القيادات بتاعتنا. لان كنا نجحنا في بناء مؤسسات خيريه بعمل منظومه انسانيه، فعلينا ان ننجح الان في بناء منظومه مجتمعيه اللي هي بنسميها بالانجليزي سوشيال موفمنت. وسكسيدد ان بيلدينج ها هيومانيتيريان موفمنت. But you have to succeed in building social movement. انا طبعا بكلم استاذنا كامل الدكتور كامل معانا وهو من احد الرموز اللي هنا اللي استطاعت من خلال لبنان يكون لك تأييد دولي في مجتمع والحصول على المادة اللي هي المادة اللي هي اللي بيسموها ايه؟ غلط ولا بيسموها ايه؟ فلوس. ممكن تيجي تقول لنا كده في عجالة لمدة كام دقيقة كده كيف نجحت عامل؟ ها؟ تعالى أنا بحرجك. ما بتتحمل يعني ما بيحرجش هو الدكتور كامل. انت ليكوا شراكات كتيره جدا مع المجتمع اللي هو الخارجي الدولي. اتفضل. ها؟ انا شفت فانت انك تعتبر مثلا من الامثله اللي هنا. ربنا كيف بنيت الشراكات مع المؤسسات الدوليه اللي هي غير عربيه؟ اللي هي غير عربيه. وتعالى بقى بص انا كمان بقى البغوصه بقى ده انا اللي علمتك البوس. جبت لنا حاجه زي كده. بس عايز تقول يعني ان في عجاله كده ان كيف نجحتم في بناء شراكات مع مؤسسات دوليه كبرى مانحه. انا لما رحت المكتب عندكم لقيت يعني منح كتير جدا من دول ودول ومؤسسات مختلفه. وانت مؤسسه عربيه. يعني يعطيكم العافيه، وانا بالاول بحب احيي صديق حبيبي الدكتور هاني. عارف بعض احنا من خلال 30 سنه من 25 سنه. وحقيقه يعني الكلام اللي كان تفضل فيه كثير مبسوط اسمع منه هذا الكلام وبعرف خلفيته طبعا. وانا ارتبط معه اتفاق من شان القمه العالميه الانسانيه ان المؤسسات الاسلاميه تشتغل للانسان مش فقط للمسلمين ولا ليس لفئه من المسلمين. وربنا واهتميت بعدين لان ما نجحنا كثير طبق هاي التجربه
وبعطي لنا من مثل جمعية إنجليزية بيعرفها منيح بالقرآن اسمها كريستيان إيج، هي جمعية مسيحية وأنشئت بخلفية مسيحية، وإنما عندما تطورت القوانين في إنجلترا صارت تشتغل لكل الناس يعني. والمؤسسات الإسلامية ربنا في كتابه الكريم قال الخلق كلهم يا الله الخلق، بيحكي مثل الشيخ أنا مش عارف إنك شيخ الشيخ حديث حديث وسيدنا محمد قال الناس سواسي، الناس ماتش المسلمون الناس سواسي. سيدنا عمر قال ما تستعبدتم الناس وخلقتهم أمهاتهم أحرارا، وسيدنا علي لما تبعث ابن الأشتر على مصر وفي مسيحية بمصر قال الناس صنفان أخو لك في الدين أو نظير لك في الخلق، هذا الدين الإنسان. وكرمنا بني آدم شيخ يحكيك شيخ لا شيخ كيف يعني فوت بهالمدخل لأنه أنا بالحقيقة مبسوط باللي طرحته كثير كويس وإذا يعني نعمل تدهين خاصة في جيل جديد خاصة صبايا موجودين هون لازم نتعلم نشتغل للإنسان حر الوقت يكون أشمل كده نشتغل للإنسان. فأنا بهالفكرة عامل أسستها في لبنان وقبل منها أسست جمعية النجدة الاجتماعية للمخيمات الفلسطينية وعامل لنا فيها 800 متفرغ وفيها 424 مركز وتعيبات نقالي عم تشتغل عكس كل الثقافة السائدة بلبنان وبالعالم العربي. يعني مثلا بمنطقة مرجعيون حصبية أنا من الخيام عندنا 5 مراكز بالفرشوبة عند أهلنا السنة والفتيشة عند أهلنا دروز ومرجعيون عند المسيحية وبلسة المسيحية ودروز الخيام شيعة ومسيحية قلة الحرب بين عامل الروماني والشيخ عندنا مركز معين الروماني ومركز بالشيخ قالوا السنة والشيعة مع بعض عندي من لما أسس عامي المركز بعرسال عندنا 60 متفرغ بعرسال ثلاث مراكز وجو داعش بدنا نحكي المركز الناس حمول شوف هيدا دارس هيدا اللي بدك تشتغل لما تشتغل لكل الناس هي الناس بتحميك هلا عامل ما في حدا وراه ابدا اسسناه بطل الحركه الوطنيه ما عادش في حركه وطنيه في كان فيها 100 متفرغ فيها 800 جنرال بيعرفها منيح يعني شبكه ابدا فلما تشتغل للناس الناس هي بتحميك وكان باللوج عندنا 50 متفرغ بعدين قالوا عامل قرار دولي وكان السنه الماضيه مشهر جائزه نوبل وكنا يعني باخر شيء يعني والسن يعني كفين شفتك شايف البارح شوف الشرق يعني كمان هذا كويس بالبعض هذا كويس الحقيقه صور قال عن ترامب لما نسيني منع المهاجرين قال اللي بيعمل هيك هذا مش مسيحي بس شوف شو قال له القرار دي هلا شوف الحق قديش محله صعب والشرق بس حول الشركات انا اكثر واحد يمكن يكون بلبنان وبالعالم العربي يمكن في دكتور هاني انا بعدي لا 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 مشتغل مع الغرب انا لانه درست بفرنسا وبالاطفال في الجامعه بس انا دائما على خلاف مع الغرب بس بتحاور معهم نحن اللي بنحب بلدنا بنحب اهلنا ارضنا وقضايانا الاساسيه والعلاقه في فلسطين والقضايا العاديه للشروط فانا بشتغل معهم كلهم بيجوا لعندي كلهم بس هلون شفتوا قلت له عندنا بلبنان 1.5 مليون نازح بيساوي 22 مليون بفرنسا عندكم 10,000 غجري كحطوهم لهون وامسين كان عندي وزيرة الصحة كمان زارت حاطة حبايب كلهم منهم وزارة خارجية نحن لازم نحب أرضنا وبلدنا وهيدي البلاد اللي عندنا بلاد الله أنعم علينا بلاد كثير مهمة بس للأسف مش عم نتوفق مثل ما تفضل دكتور هاني بقيادات على مستوى هذه الشعوب. حول الشراكات أول شيء أنا مسؤول تجمع الهيئات الأهلية بلبنان بضم كبريات الجمعيات والعربية أيضاً وعلى الصعيد الدولي صار الدعم الدولي وأول مرة بروح حدا يمكن هلا يمكن بلش دكتور هاني بتأسيس هاي ريليف الإسلامي ريليف الأول هاي قبل ولا ابتدى عم نشتغل مع الغرب وأنا حقيقة كثير عم شجعه يطور هذا العمل نشتغل للإنسان تنعطي فكرة عنا إن إحنا جماعة مش مثل ما بيقولوا عنا إحنا متخلفين وإرهابيين مش هاي الصورة في الموضوع يعني عم بقرا تصريح لديغول ديغول اللي هو نحن بناخد عنه فكره كويسه ديغول صرح تصريح سنه 58 انه وقت الجزائر كانت يعني بعد ما وصلت السلطه انه اذا في بفرنسا 10 مليون نسبي حيصيروا بعد شوي 20 مليون بعدين 30 مليون بعدين 40 مليون هو ضيعته اسمها كولومبي لوزيغليز يعني كولومبي الكنيستان قال بس اسمه كولومبي دي موسكي يعني جيب عامل ف
بشوف في 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 يعني تاريخيا عداء للمسلمين بالغرب يعني، وهلا بيقرنون بالارهاب. فانا بعامل هلا في شبكه واسعه جدا للشغل المشترك، ولازم نشتغل هاي، ولازم نشتغل مع كل المنظومات الدوليه، ولكن حب بلادنا وحب اهلنا وحب ارضنا ونحب القيم اللي احنا مؤمنين فيها. وانا حاط خمس نقاط بس لو سمحت اللي يقولون للعمل الانساني. شو هي اي عمل انساني اللي بيجي مع الكلام كان تفضل فيه دكتور ثاني، لانه مش بس الخطابات لازم نطبق. وانا رافع شعار بعامل مبدا موقف ممارسه بلبنان طلع سياسي شو احسن كلام على التلفزيون والفئات مش عارف فيها شيء. فا او اي عمل انساني ما بيشتغل مع الفئات الشعبيه هذا مش عمل انساني. شوفوا الكذب الامم المتحده اللي فشلت بحل النزاعات المسلحه اللي انشئت من اجل سنه 45 ل 23 رفعت شعار التنميه المستدامه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. يومتها كان في 400 مليون فقير و10 ملياردير. هلا خطاب العالم شو هو؟ حقوق انسان وديمقراطيه وجندر. قديش في هلا بالفقراء بالعالم؟ مليارين فقير. وقديش في غنايا؟ 550 ملياردير. هذا هو الثاني واحد. ثاني واحد اي عمل انساني مش مع الفئات الشعبيه والقضايا العادله للشعوب وعلى راس قضيه فلسطين هذا مش عمل انساني. ثالث واحد اي عمل انساني مش ضد ازدواجيه المعايير. شوف واحد بينجرح بالمانيا بتقوم ثاني واحد بفرنسا معه سطور سطور. شو سطور يعني؟ انا بسمع الاخبار باللغات الاجنبيه سطور. كل يوم بيموت واحد 100 واحد بسوريا وبالعراق وفلسطين وباليمن. ما حدا هذا ما بيهمه. نحن حياتنا ما الا اي ابدا. النقطه الرابعه اي عمل انساني ما بيناضل من اجل توزيع عادل للثروات داخل كل بلد وعلى المستوى الكوني. نحن بلبنان يا اخوان عندنا 0.3 8000 شخص بيملكوا نص لبنان. 8000 شخص بس بلبنان. نحن اللي انتم نحن اللي مكيفين وبالعالم 20% بيملكوا 80% من الثروات. هلا طلع قرار اوكسفام ثمان اشخاص بالعالم بيملكوا نص ثروات العالم. اخر نقطه اي عمل انساني ما بيشتغل من اجل دوله العداله الاجتماعيه ان يكون القطاع العام مراقبا للقطاع الخاص. القطاع الخاص عشان يفتش على الربح. ونحن المجتمع المدني نكمل دور الحكومه مثل ما تفضل ونكون قوه ضاغطه من اجل تصوير السياسات. فعامل عم تلعب دور راقب على شعار التفكير الايجابي والتفاؤل المستمر. اللبناني شو بيقول؟ انا احسن واحد وعائلتي احسن عائله ومنطقتي احسن منطقه وحزبي احسن حزب وطائفتي احسن طائفه والثاني ما بيسوى. لازم نعم ان شاء الله يخلوك تكمل. لا لا صار لي 42 سنه وبعدين بخبركم نكته بس دكتور يعني طبعا انه ادم وحواء لبنانيين. خش بالدين ما في داعي اقيموا عليه الحد اقيموا عليه الحد كيف ليه؟ لكن عايشين بلا كهرباء وبلا مي وبيزرعوا تفاح مفكرين حالنا عايشين بالجنة. شكرا لك. الله يخليك. واشكركم انكم استحملتوا الكلام بتاعي. بس نشكر الدكتور كامل الكلام بتاعي انا سوري الكلام بتاعي انا. واشكر الدكتور كامل على ان هو ايه يعني اضاف الاضافه دي كلها. طبعا عامل لو ما اتكلمش عن نجحت فان يكون لها شراكات قويه جدا 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 مع المجتمع الدولي في دول مختلفة. ونجحت أن تدعى لأماكن مختلفة ومؤتمرات مختلفة تكون هي بتمثل لبنان. فهنتمنى أن كل الجمعيات اللي موجودة هنا هو تكون زي عامل وأحسن من عامل، صح يا دكتور؟ نعم. هنكون فخورين فيها لأن احنا بنمثل لبنان، بنمثل المجتمع اللبناني، بنمثل الوطن اللبناني. احنا كلنا بنعتز بيه إن شاء الله، بس الأمر ده ما طلعش بين عشية وضحاها. لأنه كان عامل خد كام 30 سنة دلوقتي 40 سنة يا دكتور؟ يا دكتور كم؟ 40 سنة؟ 42 سنة. فتأتي الثمار بعد 30 سنة بعد 20 سنة، الإبادة الإسلامية بعد 33 سنة. ما تجيش أنت يكون عندك 6 أشهر ولا سنة ولا سنتين وتقول ياي ما عادش أسمع كلامي. طب معذرة أنا أنت مين أنت؟ أم كلثوم بتقول أنت مين أنت؟ أنت مين قول لي؟ كده ولا إيه؟ لا مش انت بقى اللي جنبك انت زيه بس فين ده؟
نشكرك جداً، نشكر الدكتور كامل مهنا، وإذا حدا بحب يعمل مداخلة فنحن رح نستمع لكم. أي سؤال؟ أنا ما عنديش مشكلة، سؤال محرج، سؤال بيعور، سؤال أي حد. وإلى حين هذا بيت الزكاة والخيرات والشمال بكرة أنت عنا إن شاء الله. أطول إذا ما نشغل بتاعه بعد. السؤال هو هلأ حاجة من مجال الواقع اللي هلا شفناه هو الأستاذ كامل مهنا. الدكتور كامل مهنا الحقيقة أنا كان لي الشرف واشتغلت معه مدة كبيرة ولا زال ولا لازال يعني إلى جنبه بصورة ثانية، ولكن بوجودك أنت هلا حاليا هون وبوجود الأستاذ كامل مهنا الدكتور كامل مهنا فأنت تؤلف ثنائي كبير، ثنائي ممتاز. يعني إذا أظن أنه لو جهودكم تجتمع مع بعض وبتتألفوا نوع من التكامل بين بينكم أنا أتمنى ذلك. جزاكم الله خير. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا من الشكر الكبير للدكتور هاني على هذه المحاضرة القيمة في المعايير الإنسانية. لفتني الفقد المجتمعي، يعني المجتمع. المجتمع هذا هو مؤلف من جمعيات، وهذه الجمعيات كل جمعية لها أهدافها الخاصة، والجمعيات عندما نقول جمعيات معناه أنها جمعيات أهلية. والفرق بين الجمعيات الأهلية والجمعيات المدنية فرق كبير، لأن كلمة سوسيتي سيفيل هي صادرة في القرنين السادس عشر والسابع عشر عندما كان هناك صراع بين الكنيسة وبين الدولة بكل فروعها، بمعنى أن الكنيسة التي كانت تبيع صكوك الغفران في السماء وفي الجنة وكذا، قام الأهالي الجمعيات الأهلية والأحزاب الأهلية بإزاحة الكنيسة وتأسيس الدولة المدنية. إنما بالنسبة لنا الجمعيات المدنية تذهب بعيدا، إذا قلنا جمعيات مدنية نذهب في تفكيرنا إلى تأسيس الكلمة في أوروبا وفي فرنسا خاصة أنها ضد الدين. لذلك أنا أقترح على الدكتور هاني وعلى الأخوان جميعا عندما يؤسسوا جمعيات أن تكون جمعيات أهلية، لأننا نحن الأهل الذين نقوم بالنشاطات التطوعية والوحدة لنخدم الناس بصرف النظر عن ميولهم السياسية والدينية والمذهبية في كل العالم. جزاكم الله خير. أنا بس حضرتك كلمت عن كيف عرفوا الجمعيات المدنية. نعم. هذا ما قالوه. ونحن لنا قول آخر. مش في الفقه الشرعي هم رجال نحن رجال؟ أنا مش كلام على الشرع، لا لا لا. أنا في الفقه المجتمعي. لأن أنا معذرة أعوذ بالله من الشيطان الدكتور كامل وكلكم عندكم نوع من التخصص الفقهي المعرفي بتخصص بتاعنا في الطب، في الهندسة، في الزراعة إلى آخره. أنا أقول كلمة الجمعية المدنية تعني دور المواطن اللي هو السيفل سيفل سوسايتي، دور المواطن في بناء مجتمع. فسرت على انها حرب بين الكنيسة او هكذا بدأ، لكن احنا لابد ان نوسع وما يعني عرضها مش كشهاش وسع ما تدهاش لاننا حتى رجل الدين هو رجل مدني. اسمعني الاخ بس حضرتك، انا بتكلم في المجتمع دي في تحدي كتير جدا هكون فيها، بس للاسف المحاضره دي بكره. بمعنى ايه؟ بان هو جاي علشان يعلم المواطن المدني ما هو الدين ولا غلط؟ ده انا فبنتكلم احنا بنمشي حاليا يا دكتور وراء ما كلاسيفيكيشن، يعني ما صنفوه، فلابد ان نراجع تصنيفاته ويكون لنا راي اخر. واحنا خدنا الخبره ليه؟
سواء كان واحد دكتور كامل ولا زي حضرتك ولا فلان ولا فلان ولا فلان في العمل ما بين الشرق والغرب الى اخره، علشان يكون لنا احنا تعريفات اخرى. وحضرتك زي في القاعده خد الشرع على جنب كده، هم رجال نحن رجال في العمل المجتمعي، في العمل المدني، في العمل الانساني، نحن رجال وهم رجال. اقول لحضرتك كلمه حاجه، الامم المتحده طلعت حاجه اسمها ايه؟ ايرلي ريكفري، لسه مكتشفينها دلوقتي. انا ساعتها لما حد قال لي كده كنت بقول اي انت بتزغزغني ولا بتشكني ولا بتعضني؟ لان احنا بنقول لابد ان العمل التنموي يبدا مع اول طلقه في الرصاص في الحرب. ازاي؟ كان الجمعيات الكبيره دي اللي هي الدوليه منع، يقول لك لا مفيش تنميه، انا اقول لك لا في تنميه. واديك الامثال العمليه، ان في سوريا قضيه سوريا من سنتين او اكثر من ثلاث سنين، سنتين او ثلاث سنين بدات حلب تصدر لتركيا ومدن اخرى، يعني معناها المناطق اللي ما كانش فيها حرب استطاعوا اهل هذه المناطق من يبنوا قدراتهم، ده يعتبر تنميه. وان يبني مجتمع يعتبر تنميه، وان هو يبتدي يزرعوا ويصنعوا ويصدروا الاشياء لتركيا. وحصل ان كتير جدا من التجار السوريين ذهبوا لتركيا وذهبوا للمناطق دي كلها واستثمروا اموالهم. وما نتكلم انا مش كل مره هستنى حد يديني ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايه؟ يديني رايي هو وانا ايه؟ اسكت لهذا، لا 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 لا، احنا عندنا راي وعندنا قيم وعندنا رؤيه، عندنا راي وعندنا وعندنا اطروحه عايزين نطرحها على العالم كله. ان انا بقول دلوقتي ان انا عايز اكون لي راي. قيل ان المجتمع المدني مجتمع علماني. قيل ان المجتمع المدني مجتمع ليبرالي. كل الاوقاف بتاعتنا هي اوقاف مدنيه. المواطن هو اللي بيحقق ويحبس الاوقاف دي علشان ينمي ايه؟ ينمي المجتمع. فلا بد يا اخواننا ان يكون لنا تعريفات زي ما اتكلمت في الاول على رباعيه تبني المجتمع وتبني الدوله اللي فيها الابحاث واللي فيها ايه؟ واللي فيها الفكر. اللي احنا ضعاف 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 ضعاف، يعني لما الاقي جامعه زي جامعه هارفرد الوقف المعلن عنها فيها يعني 37 مليار دولار. دي جامعة واحدة من كام جامعة؟ لما نقعد في عشاء مش عشاء خايب يعني كنا قاعدين كده أحد السير يعني اللي هم المسؤولين في الـ في الـ في الـ في الـ في مجلس الشيوخ جمعنا على عشاء كده هو، فكانوا جايبين رجل أعمال كبير. تعرفوا كان بيناقشوا إيه في العشاء ده؟ بيناقشوا إزاي نساعد الجمعيات البريطانية اللي دخلها أقل من 200,000 جنيه إن يكون عندها حوكمة رشيدة. ويقول ان الراجل اللي هو الراجل الاعمال اللي قاعد ده هو هيدفع المال ليكم علشان تبنوا قدرات الجمعيات الصغيره اللي ما عندهاش القدره على بناء نفسها. شوف قد ايه الناس بتفكر، قد ايه الناس بتفكر ان بس مش بس اكل شطره بنيه زي ما انا قلت ايه؟ قلت ان هي الحركه الانسانيه اللي هي الهيوماتيريا مؤمن نجحنا فيها انها عاطفيه، فلسطين، افغانستان، سوريا، لبنان، كذا كذا كذا، لكن الاجتماعيه لو بناء المجتمع من تحت صعبه جدا. انا عايز رجل الاعمال اللي موجود ان هو يقول لي تعالى اعمل لي بحث. تعالى اعمل لي دوره. انا مره في المرات من التجربه بتاعتي كان لما حصل الفيضان في باكستان 2010. فاحد المحسنين بالتليفون قال لي الاخبار يا هاني؟ قلت له يعني مش كويس. قال نص مليون دولار. بس بالتليفون نص مليون دولار. بعدها باسبوع رحت انا ولا 10 ايام رحت ايه؟ باكستان. وانا هناك لقيت العمليه المايه لسه والناس متشردين. قال لي ايه الاخبار؟ كلمني من القريه اللي مكلمك من القريه بتاعتي. ايه الاخبار؟ قلت له زي الزفت. وصلها المليون. خلاص؟ رحت بقى زرت. حاجه حلوه قوي مليون في تليفونين شيء جميل. كده ولا ايه؟ عايز واحد منهم؟ ده بيحلم ده. شايفين كده احلامه؟ قلت بقى انا اروح ايه اعمل لي دوره ولا حاجه في بلد ده، انا عايز منك بس 60,000 دولار عشان اشتري حبه كراسي المكتب واعمل دورتين وكذا وكذا. الى الان الى الان كم حرف دلوقتي؟ 6 8 لم تصلني منه ال 60,000 دولار او ال 20,000 دولار. فده فكر الشخص المانع اللي هو مننا احنا. فلذلك نتكلم لابد احنا نوعي المتبرع. قلنا لابد توعيه المتبرع دي مهمه جدا جدا جدا، لازم فيها الفوكس. فلذلك احنا لابد يا دكتور ان احنا نضع تعريفات ونضع، يعني في التحدي
بس في حد كان رافع ايده؟ انا شايف كده حد رافع ايده؟ لا مش حد. لابد احنا كلها تعريفات. مين؟ طيب الاخت كارل وبعدين حضرتك. لابد احنا كلها تعريفات، لابد كلها اقتراحات، نظريات. I love you. وبالفرنساوي لا مش يتم. تفضل يا اخت كارل. السلام عليكم. كارل مع الصحفية وناشطة بالعمل الإنساني وأسست جمعية. وسؤالي لدكتور بنا ولدكتور كامل، موضوع الجمعيات، يعني أنا عم تحكي إنه في 160 ألف جمعية لموريتانيا، والأرقام يعني حكيت بعتقد 63 بليون دولار باوند. الجمعيات اللبنان الصغيرة they compete over certain funds، بيتنافسوا على الفندز. ومشكلة السستينابيليتي أو الاستدامة بالعمل للجمعيات الصغيرة صعب، لأنه بتجي الجمعيات الكبيرة بتكلهم بالفند. يعني إذا أنا اليوم عندي 10 أشخاص وجمعية مقتدرة أكبر عندها 40، عندها possibility إنه تاخد شاركوا وسافرتوا من كل دولة في العالم عشان تيجوا اليوم معنا في الاحتفالية دي. واضح الموضوع؟ شيخ زهير؟ طيب، لأن أنا بعتبر نفسي ابن بيروت وابن لبنان وابن الأمة العربية، وده شرف كبير ليا إن أنا أنتمي لبلد زي لبنان، متعددة الثقافات والقيم والديانات والتاريخ المتميز بها، وده شيء قد يندر وجوده في بلاد أخرى في العالم. مع صغر لبنان كدولة وشعب وكبارها بروحها وعطاءاتها وإنجازاتها وطروحاتها اللي بيتمتع بها العالم كله، خاصة القيمة البشرية للشعب اللبناني اللي هي المصادر البشرية، أبناء لبنان في شرق الأرض ومغربها وفي شمالها وجنوبها، وهم عددهم أكثر مرتين من عدد السكان الساكنين في لبنان. فهنيئا لي بأنني لبناني، وهنيئا لكم بأن زرتوني في بلدي. ويلكم. طيب نبدأ بقى الكلام. بل أنا كنت بتكلم في صيدة عن معيار واحد فقط من المعايير الإنسانية، الاستقلالية. وفصلنا فيه زعل من زعل، فرح من فرح، وكذا 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 إلى آخر. لو احنا بنتكلم إذا جبت الفكر المجتمع دي منين؟ المؤامرة دي بكرة دي مش هي دي ولا أول أول نين؟ لا 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 تقنية عمل دي بقى أو فين اللابتوب؟ طول عبد السبع معايير دول لابد ان نتفق عليهم، ان نعرف ان في بعض المشايخ والفقهاء موجودين هنا انهم من المعلوم من الدين بالضرورة في العمل الإنساني والعمل المجتمعي. لو فصلنا فيهم هنجد أنهم لا يختلفوا معنا لا في شرعنا ولا في قيمنا ولا في ديننا ولا في مبادئنا. اللي اشتغل في عمل مجتمعي واشتغل في عمل إنساني لابد عليه أو عليها أن تلتزم بالمعايير الإنسانية اللي بتريح المانحين وبتريح الحكومات وبتريح المجتمع وبتريح كل المؤسسات الشريكة معنا في بناء مجتمع اللي احنا بنعيش فيه. العمل الإنساني والعمل المجتمعي هو لبناء مجتمع، مش لبناء حزب أو بناء جماعة أو بناء مجموعة، لا هو لبناء مجتمع يشمل كل أفراد وأبناء هذا المجتمع. إذا كنا نريد أن نعمل عملا مجتمعيا وعملا إنسانيا فلا بد أن نرعى ونتكامل في عملنا مع كل طوائف المجتمع المختلفة وكل أبناء المجتمع
وكل ثقافات المجتمع وكل قيم المجتمع اللي احنا بنعيش فيه. ده اول الانسانيه. احنا بنشتغل في العمل بتاعنا ليه؟ عشان الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمه. مش بنشتغل من اجل مصلحه شخصيه او حزبيه او طائفيه او الى اخره. اذا كنا نريد ان نطبق انسانيه الدين الذي نؤمن به. وكل الاديان جاءت لتنادي بخدمه الانسانيه بحبوحه. ان اردنا ان نرجع للايات في الانجيل او في الايات في القران فنجدها انها تسع الجميع، ونحن نضيقها بقله فهمنا لسعه الله سبحانه وتعالى في معرفه ابناء العالم اللي هو خلقهم سبحانه وتعالى لكي تسعهم انسانيه الدين. تعليم المسيح عليه السلام وتعليم موسى عليه السلام وكل الاديان التي اتت لتكمل بعضها البعض. المعيار الثاني عدم التحيز. ده واضح جدا. قد يصعب على النفس لكن لابد انها يكون معيار اساسي في كل تعاملنا داخل المجتمع. معيار اساسي في كل تعاملنا داخل المجتمع. لا اتحيز لفئه دون فئه او لمجموعه دون مجموعه واخرج اتحدث عن عمل انساني او عمل اجتماعي. رايي الشخصي لي انا، لكن عمل المجتمعي لكل افراد المجتمع. رايي الشخصي لي انا، لكن عمل المجتمعي لكل افراد المجتمع. الحياديه، ازاي نكون في بلد فيها صراعات وبدل الجريح من يتخاصم معي في وجهه النظر الاخرى. يعني تحسب الايه وانا لست بمفسر ولكنها نص من نصوص ما اعرفش هي موجوده هنا او لا مش موجوده. اللي هي وادعمكم ايه؟ وادعم الطعام على حبيب مسكينا ويتيم المسيره، صح ولا غلط؟ انما ادعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مين هو الاسير؟ من الاسير؟ لكن انا واجب علي ان انا اتعامل معه بانسانيه الدين التي وضعها الله سبحانه وتعالى او انزل الله سبحانه وتعالى او جعلها ايه قانون او شريعه لنا على حبي. كنا في مؤتمر في ايرلندا مع مؤتمر اللي هو حوارات الاجيال، وكان في المؤتمر ده اللي هو لورد كيري اللي هو كان كبير الاساقفه في الحكومه في الكنيسه الانجيليه في بريطانيا وكذلك